حبيبي طلبة برايمري 1، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلصنا مع بعض شابتر 1 في منهج الترم الثاني، يلا بينا نحل مع بعض الاسسمنت ونعمل مراجعة كده ونشرح واحنا بنحل عشان نشوف الاسئلة بتيجي ازاي. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ في الفيديو، حابة ارحب بابطال الماس محمد المنتصر، فريال، ملك، محمد ممدوح، اياد، علا، يوسف. برافو حبايبي، حلوا جوجل فورم اللي فات. هستناكم انتم كمان تحلوا جوجل فورم بعد ما تسمعوا الفيديو للاخر. لو كنتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل فيديو بينزل، واعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل اصحابكم. نمبر 1، choose the correct answer. Is 1 more than 19؟ ايه اللي 1 more than 19؟ يبقى انا هنا عايز النمبر اللي اكبر من ال 19 ب 1. After 19 20، يبقى 20 is 1 more than 19. Is 1 less than 72؟ يعني اقل من ال 72، يعني هعمل back before 72 71. 71 is 1 less than 72. The order of the circle item. احنا عرفنا ال order وقلنا ان ده the first وده the second، يبقى ده ايه؟ the third. The ball is the table. البول بالنسبة للتيبل ايه؟ below، يعني أسفل، تحتها أهو. Arrange from the shortest to the longest. The shortest، where is the shortest؟ فين أقصر واحد؟ هو ده number one. طيب أنا لما باجي أعمل arrange وعرفت إن ده the shortest، أنا عايز أوصل لإيه؟ أوصل لللونجست. يبقى أنا ببتدي أعمل الرينج ده the shortest، بشوف the longer الأطول منه على طول اللي هو ده. طيب اللي بعده، بص كده هقولك حاجة، أعمل دايما horizontal line. أنا وصلت لده، بعد كده خدت ده أهو، بعد كده بص كده هتلاقي إن ده number 3. اعمل كده هتلاقي ان ده number 4 وده هو number 5. measure the length of object using a ruler بتاعتك اهي. عندك كام ruler؟ ادي 1 2 3. يبقى هو استخدم من الرولر دي 3. طيب وبالنسبة للسكوير ده استخدم كام واحد؟ اعمل counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى استخدم 10. يقول لي write first second and third to show what happened. تخيل كده ان انت ماسك البالون دي وعايز تبتدي ايه؟ ننفخ البالون بتاعتنا، صح؟ اول حاجة اهو بيبتدي ينفخها، يبقى ده the first، اول حاجة بعملها. لازم نبقى عارفين first و second و third وشرحناها. طيب the second، يا ترى هتفرقع زي دي؟ اكيد لا، دي اخر حاجة بتحصل لما بنيجي كده نعمل البالون عشان البيرثداي. اول حاجة ببدأ انفخها وبعد كده بتتنفخ اهي وتبقى اكبر، فيبقى ده the second، وبعد كده بقى بتفرقع، يبقى ده the third. Number 5. Write true to the correct statement and false to the incorrect. علي is the first. تعالوا كده نبص، هل اهو هو عامل لك arrow من هنا عشان يقول لك ان احنا هنعمل start من هنا. هل علي هنا the first؟ لا، علي the third، يبقى wrong. Rana is behind هاني. ادي هاني اهو هو the first. احنا اتفقنا ان الارو من هنا ودول كلهم behind هاني، يبقى رانا behind هاني هقول له true. طيب ماجي is front of علي، هل ماجي واقفة قدام علي؟ لا، ماجي is behind، وراء. احنا اتفقنا ان ده the first، يبقى wrong. There are 4 children behind هاني، اهو هاني وفي behind 1 2 3 4 فعلا، يبقى true. زين is
In the fifth, ادي first, second, third, fourth, fifth. يبقى هقول له true. To show the cost. هو هنا عايز ارسم نوتس. انا عندي 32. لازم النوتس حبايبي اللي نرسمها تبقى نوتس فعلية الماني. يعني انا ممكن ارسم كده 10 وارسم كمان 10 وارسم كمان 10 وبعدين ارسم 1 وارسم 1. طبعا انا عندي طرق مختلفة، ممكن ارسم 20 و 10 و 1 و 1، ممكن حد تاني يرسم 10 و 10 و 5 و 5. فأنا عندي طرق كتير جدا مختلفة أقدر أرسم بيها the notes. المهم تكون notes فعلية، فلوس واقعية بنستخدمها، يعني 5, 1, 10, 20. ما ينفعش 15 لأن ما فيش money 15. Count the amount of money. هبتدي أعمل skip counting. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. يبقى هكتب 46. ولازم ندرب أولادنا حبايبي على الكاونتينج بالطريقة دي، يعمل skip counting by 10 وبعد كده skip counting by 1. The picture and complete is on the left of يوسف. On the left يعني على شمال يوسف. ادي يوسف اهو، فين الليفت بتاعه؟ والله ده الليفت وده الرايت. يبقى الليفت على on the left يبقى وائل. طيب is on the right، على اهو ببص على ايده اليمين، on the right يبقى رامي. يوسف is on the left of. طب يوسف بقى on the left of، على شمال مين؟ والله على شمال رامي، لان ده الليفت بتاع رامي. يبقى هقول له اوف رامي. The tallest child، مين هنا اطول واحد؟ اطول واحد هو يوسف. طيب the shortest، the shortest هو وائل. وبكده حبايبي نكون خلصنا الاسسمنت على شابتر 1. استنوني في الفيديو الجاي اللي هنبدا فيه مع بعض مع شابتر 2.